السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي صفحة علي بابا لأول مزلية، مرحبا بكم في هذا اللايف. عروض جديدة وأثمنة جد منخفضة. أول حاجة نبدأ لكم بهاد الكوبات اللي جبناهم جداد، كوبات ديال الزاج وتقالين، والثمن 12% ريال، 60 درهم. 60 درهم كاين هاد الموديل تا هو 60 درهم. هادو بلا كوبا، كتجي بلا. عندنا جوج زواقات، كاين هاد اللي مشنفة من الجناب بحال هكا، وعندنا هاد الشكل هذا اللي مزوقه. عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هي ب 12% ريال، 60 درهم. دابا نوريكم لي بروموسيون ديال 12% ريال، اي حاجه 60 درهم غنوريها لكم. عندنا كذلك هاد الكوبا حتى هي ب 60 درهم، كاينين هاد الكيسان هادو حتى هما 12% ريال 6. عندنا هاد الكيسان هادو كنبيع لكم جوج ب 12% ريال، جوج كيسان ب 12% ريال. بالنسبه للغرف، الناس اللي كيسولوا على الغرف راه ما بقاش تقاده، هذا الغرف هذا بعناه ب 50 درهم ولكن راه تقاده. نكملوا لي بروموسيون، كاين الغرف هذا كيعمل 10 درهم يعني 6 ب 12% ريال. تيرموس كذلك حتى هو موجود حتى هو 60 درهم 12% ريال. وعليكم السلام خويا مراد، السلام عليكم. كما قلت لكم تيرموس 12% ريال، كيهز إترو و200 إينوكس. عندنا هذا الموديل تا هو 12% ريال، 60 درهم تا هو إترو و200. كاين هذا لي سامبل، وعندنا الموديل الآخر اللي فيه الزواقة والثمن 12% ريال. عندنا الكيسان هادو كنبيعو لكم 5 الباكيات يعني 15 الكاس ب 60 درهم، 15 الكاس ب 60 درهم كنبيعو لكم 5 الباكيات. عندنا كذلك هذا الموديل هذا تا هو كنبيع لكم 5 الباكيات ب 60 درهم، كل باكيه فيها 3 15. عندنا هذا الكيسان هادو تا هما 12% جوج باكيات. عندنا هذا الموديل تا هو 12% ريال 60 درهم، 12 الكاس ب 60 درهم. وعليكم السلام اختي اميمه. خويا كاين شي تخفيض في السوبيرات؟ بالنسبه اختي السوبيرات عندنا اختي ما فيهمش، عندنا هاد الموديلات راه سلعه غاديه للزياده. عندنا هاد السليلات هادو كنبيعو لكم 4 ب 60 درهم، 4 ب 60 درهم. عندنا هاد القريعات هادو كنبيعو لكم 3 ديال القهوة أتاي والسكر تا هما 3 ب 60 درهم. عندنا هاد الكيسان هادو 50 درهم، باكية فيها 6 ب 50 درهم. عندنا هاد الموديل الكيسان هادو اللي فيهم اللوينات ب 60 درهم، وكاين السامبل ديالهم اللي فيهمش هاد اللوينات ب 50 درهم 1000 ريال. وعندنا هاد الموديل هذا ب 60 درهم. يلا شوية ديال البارطاج، شوية ديال لي جيم، يلا يدخل يبارطاجي معنا هذا اللايف هذا مع الاصدقاء ومع الحباب باش كلشي يستافد من هذه العروض. هذه كاين المول، المول ديال الكرانيت تا هو 60 درهم 12% ريال 12%. عندنا الكيسان هادو كنبيعو لكم 3 الباكيات ب 60 درهم. عندنا الغراف هذا كنبيعو لكم 6 ب 12% لا مارك لي مينارك، غني عن التعريف لي مينارك 6 ب 12% ريال. عندنا الكيسان هادو نوريهم لكم، هنا هما هادو تا هما لي مينارك تا هما 12 الكاس ب 60 درهم. هذا واخا دخل الميكرا اوند ما يطرطق ما والو، يعني مجربتو. كاين هذا الموديل تا هو 12 ب 60 درهم، 12 ب 60 درهم. كاين هذا الفيوز هذا درنا فيه بروموسيون تا هو ب 60 درهم 12%. كاين هاد الزواقة هادي، وعندنا كذلك هاد الزواقة والثمن 60 درهم 12% ريال. فيوز واعر، هذا راه وداع ماشي بلاستيك ولا شي حاجة، والثمن 60 درهم 12% ريال. كاين هاد البورت رولو 60 درهم. بالنسبة للطحانة راه مازال ديسبونيبل، وكنبيع لكم مولات 100 غرام والثمن ديالها 270 درهم، 270 درهم 100 غرام، الثمن ديالها 270 درهم 5400 ريال. وعندنا مولات 200 غرام الثمن ديالها 400 درهم، وكاينه مولات 300 غرام 450 درهم، 300 غرام 450 درهم، وكاينه مولات 400 الثمن ديالها 500 درهم، 400 غرام 500 درهم، وكاينه الكبيره كاع مولات نص كيلو الثمن ديالها 600 درهم، 600 درهم. كاين هاد الجبيبنات هادو كنبيع لكم 6 زليفات ومعاهم وحده كبيره
12 ريال فقط، 60 درهم 12 ريال. جبانه مع 6 زريفات هما هادو وثمن 12 ريال. كاين هاد الكويسات ديال ايام زمان الثمن ديالهم 70 درهم 1400. عندنا هادو اللي فيهم اللوان، وعندنا هادو لي سامبل فيهم الذهبي هذا في الجنب 1400 ريال. عندنا الطبيصلات هادو كنبيعوا لكم 6 ديال الطبيصلات ب 1200 ريال، 6 ب 1200 ريال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي علي بالتوفيق معك ام صفوان، بغيت الورقه ديال الشباكيه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على ماكينه الرزيزه راه تقادت لينا، غدا ان شاء الله تقد تكون ولا بعد غدا. عندنا هاد الزليفات هادو الثمن ديالهم 6 دراهم 10 ب 1200 ريال، 10 ب 1200 ريال. كاين هاد البواطات هادو كنبيعو لكم 3 ب 60 درهم، 3 ب 60 درهم 400 الوحده. كاين القطاره ديال القهوه، القطاره ديال القهوه هادي ديال طرباطاس غرانيت، غرانيت والثمن ديالها 1200 ريال. وعندنا سيطاس يعني كتهز 6 ديال الكيسان، هادي الثمن ديالها 1600 ريال. وعندنا هاد الموديل هذا ديال 9 ديال الطاس والثمن ديالها 100 درهم، 100 درهم. كاينين القراعي هادو 3 كنبيعو لكم جوج صغار وحده كبيره والثمن ديالهم 50 درهم فقط، 50 درهم. هما هادو انا نوريهم لكم، هادو 50 درهم 1000 ريال، كيصلحوا للقهوه اتاي السكر يعني تخدميها بزاف الحوايج والثمن 50 درهم. عندنا الطراب هذا لا مارك غرافت يعني بون كاليتي والثمن ديالو 120 درهم. كاين الطراب بحال هذا الموديل هذا ها هو بالبانيو ديالو والثمن 120 درهم، 120 درهم. ميكسور فيه 200 واط 6 فيتاس، طراب مع هذا العجينه والثمن ديالو 120 درهم فقط، 120 درهم. عندنا هاد القراعي هادو فيهم هاد الغلاقة الذهبية واعرين، هادو الثمن ديالهم كنبيعو لكم 4 ب 1200 ريال، 4 هاد القراعي ب 60 درهم. عندنا الكويسات هادو زواقة جديدة، وهاد الزواقة ما كتقشرش والثمن ديالهم 1200 60 درهم، هاديك 30 درهم. عندنا هاد الموديل تا هو 1200 ريال. عندنا القصار تا هما فيهم شكيلات تا هما 1200 ريال، 1200 60 درهم. عندنا كذلك هاد الزواقة هادي، وعندنا هاد الزواقة هادي، وعندنا هاد الزواقة هادو، هادو 1200. دابا نوريكم ديال 1400 ريال ديال 70 درهم. كاين هاد اللوين هذا، هاد الشكيلات هادو، هادو 70 درهم. عندنا كذلك هاد الشكيل هذا واعر، وهاد الزواقة ما كتقشرش. أم سفيان بارك الله فيك أختي، بارك الله فيك. هادو كما قلت لكم 1400 ريال 70 درهم. وعندنا هادو ديال البلار اللي كيشبهوا البلار يعني 1400 ريال. عندنا هاد الكوبا هادي واخا جات في الطريق ندوزوها حتى هي، هادي 60 درهم 1200 ريال وقريبة تسالي 60 درهم. عندنا كذلك هاد الزواقة هادي حتى هما 1400 ريال. عندنا في الذهبي ديالو حتى هو 1400. عندنا هادو ديال العود يعني شي حاجه واعرين، هادو نورمالمون في بلاصه اخرى تاخذيهم ب 5600 6000 ريال، عند علي بابا تاخذيهم 180 درهم سولد، 180 درهم 3600 ريال كاس ديال العود. هاد الناس خداوهم وخداوهم الثمن يعني كاين اللي خداهم ب 6000 كاين اللي خداهم ب 5000 كل واحد باش خداهم، حنا دايرين لهم سولد ب 3600 ريال. عندنا الكيسان هادو تا هما راه قراب يتقادوا والثمن 130 درهم 2600 ريال. عندنا هاد الشكيل تا هو ب 2600 ريال 130 درهم. بالنسبه للكاسرون ديال الجرانيت راه مازال ديسبونيبل، عندنا هادو اللي فيهم 3 بياس جرانيت تركيا، ها هي ها هي ماد ان تركي، والثمن 4200 ريال، 4200 ريال. عندنا المقالي ديالهم ها هما كيمشيو 3 بياس. حل يا خويا هذا نشوفهم، شوف يا خويا الصوره واضحه. بالنسبه للاخت اللي كتسول على الكيسان فلاما راه اختي ما بقاوش ما عندناش، كنا جبنا من واحد الكميه قليله وتباعوا قبل ما نديرهم اللايف.
نهار يكونوا ان شاء الله راه غندير لهم اللايف ديالهم. بالنسبه خويا علي واش كاينه فراقه ديال 130 درهم؟ كاينه كاينه خويا، هذه 3 بياس محلى غرانيت 3 بياس والثمن ديالهم 4200. عندنا اللون هذا البيض هذا وعندنا فيهم الكحل 4200. كاينه هذه العطريه هذه اللي كدور والثمن ديالها 70 درهم فقط، 70 درهم. اجي خويا نكملوا لي كاسرون. عندنا هادو اللي تقالين فيهم 5 د البياس من برا سيراميك ومن الداخل غرانيت، فيهم 5 د البياسات والثمن ديالهم 400 درهم. يعني شي حاجه كاليتي، يعني الا ديتي كاسرونات يعني عرفتي شنو ديتي، يعني شي حاجه لا مارك غرافت جيرماني، يعني كيخدموا على لانديكسيون. هيه هذه معلومه. هادو الثمن ديالهم 400 درهم. وعندنا هذا الموديل هذا 350 درهم، 350 درهم. بالنسبه للتوصيل المكناس كاين، خارج مكناس ما كاينش، هذه معلومه الاخت ام بوتينه. بالنسبه للتوصيل خارج مكناس مازال اختي ما عندناش، لقيناش الحل، راه كنصيفطوا السلعه ولكن اختي كتوصل للناس مهرسه، عينا ما نهضروا معاهم. هذا المشكل طحنا فيه ماشي مره ماشي جوج، ما بغيناش نتحاشموا مع الناس. وما داخل مكناس كاين التوصيل. عندنا هادو ديال اينوكس يد لسان وتقالين، هما لا مارك اينوكس لاكور اسبان 10/18. هادو الثمن ديالهم 300 درهم. وعندنا هادو اللي يدهم بالبلاستيك 250 درهم، حتى هما فيهم خمسه سيري، فيه خمسة، فيها الصغيرة الموية اللي تحت منها والكبيرة كاع. كاينة هادي بميتين وخمسين درهم، وهادو لي اينوكس الثمن ديالهم 300 درهم. بالنسبة للمقراج ديال الضو راه مازال ديسبونيبل، الثمن 90 درهم، 90 درهم 1800. عندنا هاد المقراج هذا ديال الكرانيت 160 درهم، ثلاثة إترو كيهز ثلاثة إترو. وعندنا هاد الموديل هذا لاماك لوكسوس وبون كاليتي وتقيل والثمن ديالو 90 درهم فقط، 90 درهم. كاين هذا الموديل هذا خوه جوج يطرو بعناه ب 60 درهم 12 ريال. دابا نمشيو للتباصل. كاين هذا الموديل هذا كنبيعو لكم اربعه ب 12 ريال، اربعه بورسولين يعني كيدخل الفران ماشي مشكل. عندنا هذا الموديل قلنا اربعه ب 1200. عندنا كذلك هذا الموديل هذا قلنا لكم اربعه حتى هو ب 1200 ريال. اللي بغى واحد 300 ريال. يلا شويه البارطاج، عاونونا بشوية البارطاج شوية لي جيم. عندنا هذا الموديل هذا تا هو ربعة ب 1200 ريال، ربعة. شو خويا شتي اللايف مزيان، شوية الشعة كنشوف عندي هنا. هذا ربعة ب 1200. عندنا هذا الموديل هذا كنبيعو لكم خمسة، خمسة خمسة ب 1200 ريال، خمسة ب 1200. عندنا الطوال هادو، الصورة واقفة. عندنا هادو كنبيعو لكم ثلاثة بستين درهم، ثلاثة ب 1200 ريال. الأخت اللي كتسول على الطراب العادي ب 1200، خويا جيب لي واحد الطراب تما ديال 60 درهم. هادو ثلاثة ب 1200. عندنا هادو كنبيعو لكم أربعة ب 1200 ريال، أربعة. بالنسبة للأخت اللي سولت على الطراب، ها هو هذا فيه 300 واط 5 فيتاس وخدمه متقونه، ها هو يعني بون كاليتي، وبعناه وما عمرنا شي واحد شكانا منه ولا حشمنا، والثمن 1200 ريال. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه ديالها قابله للزياده، راه كاينه واحد الموجه ديال الزياده اخرى غادي تكون في السلعه كامله. المهم هادشي المهم نصيحه، اي واحد بغى يستافد من اواني يجي تقدم واحد السلعه ناقصه شويه في الثمن. نكمل لكم التباصل اللي عندنا. عندنا هذا الموديل هذا، هادو جوج جوج فنايا، هذيك 230 درهم 4600. كاينه هذه 4600، وعندنا هذا حتى هو 4600. كاين هذا الموديل 230 درهم، والكبيره ديالها 280 درهم 5600. نمشيو نكمل لكم التباصل. هادو جوج ب 50 درهم، عندنا الكبار هادو جوج ب 60 درهم، 30 درهم لواحد، هادو 25 درهم لواحد. عندنا الكبير هذا، جبنا شي ميزان نعبروا هاد البراد هادو عاوتاني. عندنا هذا ب 60 درهم، هذا 1200 ريال.
12%. عفاك الطباوي ديال كاس 8 إترو. برما ديال 8 إترو عندنا شي حاجة بون كاليتي تمنها 250 درهم. شوفنا واش الحجرة كاينة فيه، كاينة الطبيصلات هادو، ها هما هادو الثمن ديالهم كنبيعو لكم 12 ب60 درهم، صوم 5 درهم البياسة، 100 ريال الواحد. بغيتي 12 بغيتي 6 ماشي مشكل، كنبيعو بالواحد 100 ريال، بغيتي 12 ب12 ريال. عندنا كذلك هذا الموديل هذا حتى هو 12 ب12 ريال، صوم 100 ريال الواحد. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو 12 ب12 ريال. عندنا كذلك هذا الموديل هذا كنبيعو لكم 12 ب12 ريال. هادو ساليهم، هادو ديال 1200 ب 1200 هما هادو. عندنا هذا الموديل هذا، شوف الحاجه جمعنا الحوايجات ديالها. عندنا هذا الموديل هذا كنبيعو لكم 15 الحبه، 15 ب 1200 ريال، 15 يعني 4 دراهم الواحد، 15 ب 1200. عندنا هذا الموديل هذا 15 الحبه ب 1200 ريال، ما نقول لك راه كادو، ما نقول لك والو، هذا 4 دراهم باش كيتباع. كاين كيقول لك 12 1200 وثلاثه كادو، هاد الهضره ما كايناش. عندنا الكادو الثمن كنقول لك هذا ب 4 دراهم وهذا 4 دراهم، خديت شي 15 ب 60 درهم. عندنا هذا الموديل هذا شحال وحده كتجي تقول لك فين هو الكادو، راه في هذا 4 دراهم، يعني الا خديتي هذا كتاخذيه 12 ب 1200 وثلاثه كادو يعني 15. دغيا نضربوا الحساب كنلقاوه ب 4 دراهم، هذا 4 درهم الواحد. كاين هذا الموديل هذا 12 ب 1200 ريال. عندنا هذا الموديل هذا 10 ب 1200، هذا الفرق ما بينه وبين هذا، هاد الورده هادي ها هو 5 دراهم، هذا 5 دراهم، هذا 5 دراهم. عندنا هذا الموديل 6 دراهم. عندنا هذا لي شالادي هادو كنبيع لكم هذا لي شالادي ب 60 درهم 1200. بالنسبه للهاشوار كاينين هاشوار شي حاجه بون كاليتي وبعتها ما عمرش واحد الشكالي منها، لا مارك هوم ماستر، يعني فيها واحد الخدمه، فيها واحد الميزه بان فيها المميزات ديال لافون. دابا نوريكم الطريقه الخدمه ديالها وكيفاش الميزات اللي فيها مقارنه مع لي هاشوار اللي عندي الاخرين. عندنا هذا الموديل هادو 60 درهم، ها هي صالادي ديال. دابا نوريكم البراد، عندنا هذا البراد هذا زيرو شحال فيها سيدي؟ يعني 994، 400 هذا 994 يعني قريب الكيلو. عطيني الكبير ديالو، هذا فايت كيلو، هذا عاوتاني شحال اللي ما عبرني، هذا راه فايت كيلو، كيلو 372. هذا الثمن ديالو 250 درهم، 250 درهم. قول حسن يعطيني الثمن هذا، راه جانا حسن الثمن هذا. لا الكبير ها هو 250، هذا راه الكبير 5000 ريال. واخا واخا الاخ ديالي عطيني الثمن هذا. حنا اختي كنتواجدوا في مكناس حي مرجان جوج حدا مؤسسة الانصام قرب مسجد الاخلاص. اذا وصلتي مرجان جوج كتسول على مسجد الاخلاص، راه حنا قرابين لها. هي توصلي لمسجد الاخلاص عيطي لنا نعطيك النات، او مؤسسة مولاي اسماعيل الانصام حنا راه قرابين ليها. بالنسبة هذا قلنا الثمن ديالو 250 درهم، 250 درهم. لا بغينا نعطيش الثمن، ما عطانيش الثمن هذا. هذا الصغير حسن فين هذا؟ لا هادو عفوا ما عنديش الثمن ديالو بالضبط. هذا المهم الثمن 250 درهم. عندنا موديلات اخرين ناقصين شويه في الثمن، عطيني هذاك راه هو ديال 190 درهم. عندنا هذا الموديل 250 درهم. دابا غنوريكم هذا الموديل هذا، هذا ب 190 درهم، 190 درهم في شحال فيه 862، هذا 862، وهذا ها هو هذا الثمن ديالو اللي قلت لكم في الاول. راه نبرو دابا هذا، راه هذا 4600 ريال، 4600. هذا فيه 997
والثمن 4600 والثقيل ديالو 250 درهم، يعني شي حاجه كاليتي واعر في الخدمه ديالو. دابا عطينا ورينا نعبروا الذهبي، الذهبي ديالو عندنا الذهبي ديالو هو هذاك الاولاني، الاولاني هذا الذهبي ديالو، هذا الثمن ديالو 330 درهم فيه كيلو و 279 غرام، هذا الثمن ديالو 330 درهم، 330 درهم. زيد الاخر الوسطاني ديالو هذا 300 درهم فيه 986، 900 هذا 300 درهم 6000 ريال. يعني هذا الذهبي هذا ما كيتحيدش، حاجه واحده نوصيكم، جافيل ممنوع تغسلوه بجافيل، ملي بغيت تشحرو ديما شي قص ديالها من التحت ولا او شحري في شي براد اخر عاد خوي فيه، لحقاش هاد الذهبي هذا شويه حساس. بالنسبه عطيني القياس الاخر، هذاك الصغير، ودابا هذا هذا الصغير ديالهم فيه 800 غرام، هذا الثمن ديالو 5600، 5600، 5600. عندنا كما قلت لكم هما هادو، هذا 5600، هذا 300 درهم 6000 ريال، والكبير كاع اللي كيبيعوا لكم 7000 ريال 8000 ريال، حنا كنبيعوا لكم 6600، وثقيل وبراد ديال الهمه، يعني شي حاجه الزواقه واعره، يعني كنبيع لكم شي حاجه كاليتي اللي ما يحشمكمش. كاين خويا واش كترسل جميع المدن؟ خويا بالنسبه للارسال دابا محبسين الارسال، لقاش عندنا مشكل فكنصيفطوا السلعه كتوصلوا للكليان مهرسه، هادشي باش حبسنا دابا. عطيني واحد المودين ناقص شويه في الثمن، راه كان جانا البراد اللي ناقص شويه في الثمن في الذهبي، فين هو؟ هو هذا الاولاني، هو هذا، هو هذا، هذا شحال فيه؟ 946، هذا الكبير، هذا هذا كبير، هذا هذا الثمن ديالو 5200، 5200 ريال، 260 درهم، 5200. هذا كيهز تقريبا واحد 14 الكاس، 14 الكاس. بالنسبه للثقل مقارنه مع هذا اللي وريتكم سابقا، هذا راه ثقل منه باش تعرفوا، هذا يعني كيلو وشي 300 وشي حاجه، يعني كيلو وشي حاجه. وعندنا موديلات اخرين، ها هما الاشكال والانواع، كاين البياض، كاين هذا الموديل هذا 4600 ديال الفكرون، كاين هذا 4600، كاين هذا 190 درهم، حتى هو شي حاجه مزيانه. هذا كله نحاس ومشلل بالنيكل ماشي فضه، براد الفضه، راه الفضه دايره الثمن، هذا نحاس باش تعرفوا النحاس، جيبوه معكم شي عيار، الى لصق راه ماشي نحاس، هذا هو الفرق. كاين هذه السوبيره، هذه الثمن ديالها فيها 6 زيفات بالسيبور ديالها ومعها هذه السوبيره، والثمن ديالها 180 درهم فقط. عندنا هذا الموديل حتى هو اللي كيجيو السوبيرات بالجناب ديالهم، حتى هما 180 درهم، 3600. كاينه الفراقه هذه راه قريبه تقادا، قريبا غتسالى، هذه الثمن ديالها 230 درهم، 4600 عوض 5000، 4600. وثقيله وخدمه هذه بالغارانتي، يعني هذا الذهبي هذا ما كيتقشرش مقارنه بشكل الاخرين، هذه 4600 ريال. كاين موديلات بحال هادو ولكن ناقصين في الكاليتي وناقصه في الجوده والثمن حتى ناقص، باش نكونوا واضحين. عندنا هاد الموديل الكوبي، هذه 130 درهم، 2600، حتى هذه 2600. عندنا هاد الفراقه هذه ب 4600 ريال، عندنا الكبيره اللي فيها 3 بياس 300 درهم، ممكن كاين سلعه كاين ما يدار. عندنا هاد الفراقه هذه اللي فيها رخامه، هذه 250 درهم، عندنا فيها البيض وعندنا فيها الكحل، ها البيض ديالها كتكون فيها رخامه من التحت، هذه الثمن 250 درهم. عندنا الفراقه هذه فيها اللي على وحده واللي فيها على جوج، وكاينه مولات اللي ثلاث طبقات، هذه الثمن 150 درهم اللي على وحده. عندنا هذه اللي فيها جوج طبقات 180 درهم، وكاينه مولات ثلاث طبقات ب 4600 ريال. كاين هذا الطويجين هذا اللي فيه الشميعات من التحت، ها هما شوف واش كيبان لكم، غنوريكم الشميعات فين هما، ها هما كتشوفوا لك الشميعات، كديري الشميعات هنا باش كتبقى الماكله سخونه. هذا الثمن ديالو 5600، والصغير ديالو ب 4600، الغطايه زاج ماشي بلاستيك،
وهذا بورسولين وهذا الذهبي هذا ما كيتهيدش كيبقى هكا بلا كارونتي يعني كان بكم واحد الحاجه بالكارونتي ديالها. هذا الثمن ديالو ب 4600 والكبير ديالو ب 5600 ريال. عندنا هاد الفراقات هادو هادو 180 درهم 180 درهم هادو بروموسيون في سولد 180 درهم. كاين هذا ب 220 درهم 4600 ريال. الاخت اللي كتسولنا على البرمه ها هي اول حاجه غنبداكم بهادو اللي تقال. هادو تقالين كاين ديال 6 وعندنا ديال 8 وعندنا ديال 12. هادي ديال 6 ولكن راه بانديانى يعني ثقيله. هادي الثمن ديالها 5600 اللي تابعها ب 6000 ريال والكبيره كاع 12 اترو ب 300 درهم. هادو تقال هادو شي حاجه ثقيله يعني كتديها يعني بشي حاجه مهم ثقيله. عندنا هادو راه غني عن التعريف الصغيره ب 190 درهم اللي تابعها ب 230 درهم وكاينه ديال 8 ب 250 درهم كاينه هذه ب 270 درهم والكبيره كاع ب 320 درهم ديال 14 الاترو. كاينين العطريات اينوكس كاين اينوكس عندنا هذا الخشب نبداو بالخشب. هذه الثمن ديالها 220 درهم ديال الخشب اللي فيها 9 القراعي. عندنا هادو فيهم تاهما 9 القراعي ب 160 درهم. هادو هادو بعدا كيبغيو شويه الاحتفاظ بالنسبه لهادو الناس اللي كياخذوا هاد الاينوكس. هادو هادو ملي تكملي ديما المسيح يعني هذا راه ماشي اينوكس هذا راه كرومي. هذا شحال معاك يقول لي واش اينوكس هذا راه كرومي ماشي اينوكس. هذا الكادر هذا راه كرومي اينوكس ما كيكونش بحال هكا ما كيكونش بريو. هادو 160 درهم 160 درهم. كاينه هادي تا هي اللي فيها الباند الذهبيه 160 درهم. عندنا هادو اللي بالزياتات في الجناب تا هما 160 درهم. عندنا فيها الكحل وعندنا فيها الذهبي. عندنا هادو ديال الكرانيت تا هما 160 درهم هادو في الكحل وفيها القهوي. هذا عندنا في الكرونا تا هي 160 درهم. عندنا ديال 6 في الخشب 170 درهم 3400. عندنا اللي فيها غطايه اينوكس هي 3400. عندنا هاد الموديل اللي فيه 6 القراعي السيبور ديالهم ب 2400. عندنا هاد الشكل هذا 2600 اللي فيها اينوكس سامبل. دابا غادي نمشيو للهاشوار. الهاشوار الوقت اللي ودتني على الهاشوار ها هما ها هي لاماك كرافت راه هي غنيه على التعريف. هادي جوج اترو وفيها 1000 ديال لي واط عجانه هادي والله ما نعرفت 1000 ديال لي واط ها هي كما كتشوفوا معايا. وفيها موس اللي فيه 4 كيعطوك جوج منه زائد هاد الموس هذا اللي كيقطع الكفته ولا اللوز الربيع زائد هاد البياسه هادي اللي كتقشر لكم الثومه كتحيد لك القشره. وهاد الطراب هذا طربي بحال تصاوبي شي مسكوته ولا شي حاجه. هادي ديال الجوج طرو كتعمل 160 درهم 3200 ريال. وعندنا ديال 3 طرو كتعمل 190 درهم 190 درهم. كاينه ديال الزاج 130 درهم حتى هي لا مارك ديال لاكور. وعاد غادي نوريكم اش من لا مارك منين مصنوعه اش من بلاد المصنع باش تكونوا واضحين باش ما نكذب عليكم باش ما ننافقكم. وعندنا هاد لا مارك هادي ديال مونشاف هاد مونشاف. وعندنا هاد لا مارك ديال كوكي اللي فيها جوج كيسان واحد ديال اينوكس وواحد ديال الزاج ب 180 درهم. دابا غادي نوريكم الفرق ما بين هاد لا مارك ديال مونشاف اللي مدة 170 درهم وهاد لا مارك ديال كرافت. اجي خويا شلي التليفون. اول حاجه غنهزو هاد الكيسان هذا هاد الموتور هذا غنهزو هاد الموتور هذا وهاد نهزو هاد الموتور ديال لا مارك كرافت. غادي نقلبوهم بحال هكا كما كتشوفوا معايا. ها هو الموتور ديال هوم ماستر وها الموتور ديال لا مارك كرافت. اذا شفتوا معايا هاد الرويس هذا هاد البياسه هادي كما كتشوفوا معايا راها ماشي اينوكس كرومي. ولا جيتو شفتو هادي ديال لافونت شوفوا الفرق. هادي عطيك بريون وهادي ديال لافونت. اذا شفتو هادي راها كتحرك يعني ما عندهاش فين تكالا من هنا. هادي الى شفتوها راه ما كتحركش شتي ها هي فين داخله وهذه عريانه من هنا يعني هذه ما تخافوش من نفس بالخدمه
وسكريزي يعني الا حيتيها ما كتخدمش حتى تهبط هذه البطونه هذه عاد تخدم. والثقل ديالها هذه ثقيله وهذه خفيفه. بالنسبه للبلد المنشئ راها بلد منشئ راها الصين يعني فين تصنعت في الشينوا وهذه في الشينوا. شحال ما كيقول لك لا عطيني لا ماك لا كور ولا كرافت راها بلد مصنع هي اسبانيا راه ما يمكنش الصبليون تبيع لك هاشوار ب 190 درهم هذه لا يعقل ما يمكنش باش اسبانيا تبيع لك هذا المنتوج هذا هذا الهاشوار تبيع لك ب 190 درهم وهي عندها ب 500 درهم هذه راه كذبه. راه نشوفوا البلد المنشئ غتمشيو للومبالاج ديالها تشوفوا البلد المنشئ ها هي شوف الكاتالوج راه فين هي الصين البلد المنشئ هو الصين البلد المصنع منشأ الصين. الميزه ما بين هذه ولا مارك اللي وريتكم هي هذوك التحسينات اللي فيها يعني هذاك البياس اللي كيكون فيها يعني شحال من حاجه تكون فيها. وحاجه اخرى نقول لكم زعما بالنسبه للي واط راه ما كاينش فيها 1000 لي واط 1000 واط زعما كتقول 1000 واط تخدم 1000 واط ولا 1500 واط راه ما كاينه هذه العطريه فيها 1000 واط هذه فيها 1000 واط ونخدمها لكم تشوفوا الخدمه اللي كدور بها ها هي في هذه هذه فيها 1000 واط ولا خدمتها لكم غادي تشوفوا الخدمه الجهد اللي فيها. راه دابا نخدموها انا واحد الدقيقه هما القياسات ديالها فيها 200 درهم ها هو القياس هذا ها هو داير 300 غرام ها هي حنا دابا غادي نديروا تجربه كاين السكين هذا 1500 واط 1500 واط ها 1000 واط ها هي ها 1000 واط هذه فيها 1000 واط يعني هذه كتخدم العطريه العطريه باش تطحنها خصها واحد الماكينه كتضرب واحد السرعه هائله باش تحل لك هذيك العطريه. ما يجيش واحد يقول لي فيها 1000 واط لا 1000 واط خصها تضرب بحال هذه انا نضرب جوج ضربات هذاك الشيء غيولي عندي عصير. هذا هو الفرق فين كاين. انا درت مقارنه خدمت هذيك اللي فيها 450 واط وخدمت هذه اللي فيها 1000 واط وكاين الفرق لقيت هذه مجهده على هذه لي واط يعني مارك لهم ماستر مزيان يعني هذا هو ماستر الخدمه ديالها نقيه وبون كاليتي يعني وعندها البياس ديالها بياس يعني اللي غايصبر ماشي بحال واحد البياس غتشريها وما دوز والو تخسر. هذا هو الفرق ما بين هذه وهذه. المهم الله تكون الرساله مفهومه واضحه. المهم بداو لي بروموسيون اللي عندنا. عندنا هذا المكن ديال العصير هادو الثمن ديالهم 190 درهم هذا راه بلاستيك 150 درهم بلاستيك. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو لا مارك هوم ماستر 150 درهم بلاستيك. عندنا هذه 130 درهم حتى هي بلاستيك 2600. عندنا ديال العطريه هادو هذه 1200 ريال فيها جوج زياتات وجوج ملاحيات وقرعه. عندنا هذه اللي فيها جوج ملاحيات وجوج زياتات هي ب 1200 وعندنا اختها اللي فيها قربعه القراعي ب 1400 ريال. عندنا هذه العطريه هذه كتكون فيها ثلاث قراعي كبار ومعهم اربعه صغار والثمن ديالها 1400 ريال. بالنسبه لهذا البلاطو هذا راه تزاد الثمن ديالو كنا كنبيعوه ب 170 درهم دابا ولا 180 درهم والذهبي ديالو ولا ب 190 درهم 190 درهم. عندنا هذا الموديل هذا 190 هذا 180. عندنا هذا البورت كاطو هذا اللي واعر وثقيل هذا 180 170 درهم عفوا 3400 والكبير ديالو ب 4000 ريال. عندنا هذا المقله هذه اللي فيها سبعه ديال التقابي حل يا خويا هذه الثمن ديالها 1600 ريال راه قابله للزياده هذه تقدر توصل حتى ل 100 درهم. هادي الثمن ديالها 1600 ريال راها غارقه ها هي باش تشوفوا ها هي
بيست مارك يعني ماركه عالميه حتى هي راه شينوا ما كتبش عليكم قدام نقول لك راه جيرماني ولا كتشوفوا هكا هيا نتكون اللي كاين هذه راه شينوا والثمن ديالها 80 درهم 1600 درهم كاين هاد الكوبه هذه 30 درهم 600 ريال شبكات الموان كاينين شكون مازال كاين هاد الكوبا قلت لكم 60 درهم 1200 ريال مقرج راه هما كاينين على الاشكال وانواع بالنسبه للدريات راه موجودين فيهم اثمنه واعره يعني موديلات جداد كاين هاد الموديل هادي كريستال هادي الثمن ديالها هادي راه المراه 60 راه الكبيره هادي راه تقريبا فيها شحال مبوله فيها عندك فيها 3 6 9 12 13 14 البوله وكريستال كلها كريستال يعني بالغارانتي فيها عامين غارانتي والثمن ديالها 2000 درهم كاينه الصغيره ديالها النمره 50 هي هذه الثمن ديالها 1650 درهم 1650 درهم وكاينه الصغيره ديالها ها هي 1400 درهم النمره 40 وعاد كاينه الصغيره ديالها النمره 30 المهم كاين النحاس ها هي هذه النمره هذه خمسه البولات الثمن ديالها 30000 ريال نحاس ها هي نحاس بليون يعني بالعقيق كريستال وفيها خمسة البولات والثمن 1500 درهم تريا نحاس 1500 درهم وديال ستة ديالها ب 34000 ريال وديال الثمانية ب 1900 درهم ديال الثمانية ب 1900 درهم كاين هاد الكلوب هادي 170 درهم 170 درهم هاد الكادر هذا ما كيكحالش شنو مازال بالنسبه للمقارج راني ديجا وريتهم لكم رجع كل شيء كيدير لايفات بحال اواني شعيب لا اختي راكي غلطه شعيب يلاه عاد بدا شوفي الناس اللي قبل من شعيب تبارك الله عليك اختي فين كاين المحل حنا اختي كاينين في مكناج مرحبا بكم كاين هاد التباسلات هادو 25 درهم وعندنا هادو الصغار ديالهم كاملو 30 درهم 600 ريال عجانه كاينه عجانه اوتوماتيك تعمل 900 درهم اوتوماتيك فيها 7 لي فيتاس هي هادي انا نوريها لكم ها هي هادي لا مارك مونشاف فيها 6 لي فيتاس اوتوماتيك كترقل الوقت اللي بغيتي والثمن و7 ايترو والثمن ديالها 900 درهم وكاينه ديال 6 ديالها كتعمل 800 درهم ديال 6 800 درهم عندنا هاد لي شونديل هادو كيبداو 130 درهم 140 درهم والكبيره 150 درهم كاينه السله هادي ب 60 درهم كاينه هاد البورت كاطو هادي ب 90 درهم 90 درهم عندنا هاد الموديل حتى هو ب 90 درهم كاينه هاد المقله هادي 50 درهم كاين الطبسيل النمره 36 600 ريال هذا 600 كاين الذهبي هذا حتى هو 600 ريال عندنا البيض هذا حتى هو ب 700 ريال عندنا هذا الريشو هذا ب 60 درهم براد على الاشكال ترموسات كذلك على الاشكال بالنسبه لهذا ديال العطر ديال البخرات 60 درهم 1200 المهم كاين باتور قلت لكم 120 درهم قطار هذه القهوه الالومنيوم حتى هي 1200 ستاد لي طاس كتهز الطراب كاين البراد هذا 60 درهم كاين هذا البورتمونجي حتى هي 60 درهم المهم هادشي اللي كاين ما تنساوش بارطاجيو هذا اللايف مع الاصدقاء مع الاحباب الى فيديو اخر السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله.